حاولت القياده الايرانيه لسنوات طويله التظاهر بان اقتصاد البلاد بخير لكنه ليس كذلك هكذا يقول الايرانيون انفسهم عينهم على اخر مستجدات مباحثات مسؤوليهم والدول الغربيه بشان البرنامج النووي الايراني والعين الاخرى على اسعار النفط التي تتداعى عالميا وعلى اسعار صرف العمله التي لا تتوقف عن الانخفاض بسبب تضييق العقوبات الاقتصادية الغربية ينتظر كثير من الإيرانيين أن تصل طهران ودول خمسة زائد واحد إلى آخر نفق المحادثات النووية المظلم ليرى الإيرانيون في آخره أمالا لانتعاش اقتصادهم عندما فشلت محادثات فيينا الشهر الماضي بدأت أسعار صرف العملات تنخفض وزاد انخفاض سعر النفط الوضع سوءا بعد فشل الجولة الأخيرة من المحادثات في التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول الست وطهران بشأن خفض مستوى تخصيبها لليورانيوم، انخفض الريال الإيراني بنحو 4% مقابل الدولار. ولأول مرة منذ عام 2009 لم يتخطى سعر برميل النفط 60 دولارًا، رقم لا يمكن إلا أن يشكل كابوساً للرئيس روحاني وحكومته الذين يديرون بلداً يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط ومع ذلك لا يزال كثير من الايرانيين يرون بصيص امل في محادثات هذا الاسبوع مع القوى الكبرى فكثير منهم يقولون ان المفاوضات لا يمكن الا ان تخرج بنتيجه لحرص جميع الاطراف على التوصل الى اتفاق ما يحفظ ماء الوجه